عن اخواني وزملائي فرقة احباب المصطفى، احيي الاستاذ اخ الكبير غسان الصمود. Bye.
وتحية من دارة الأعوام. إني المشوق إليك إنك خلفت، وأنا المحب وقلبي الهيام. من وحي فيضك صبتها لك ذرة، وبنور حبك جاءني الإلهام. وبموكب الذكرى شدوت مفاخرا، وبركبها كم تنشد الأنغام. ماذا أقول وما تصوغ مشاعري، ماذا عسى أن تكتب الأقلام. أنا إن مدحتك يا رسول تهيجت أشواق قلبي فالدموع سجام. دعني أطوف بكعبة قدسية الحب فيها السعي والإحصاء. رسالة بسيطة كتبت من قلبي الطيب. طبع فوق القلب إلا المسلم للمسلم مثل جسد واحد. المسلم أقول للمسلم سواء حب أم لا. بقول له فعلا المسلم اللي هو أحب أخوه المسلم، وما يصيبه يشعر به. مثل المسلمين في توكلهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الأعضاء في السفر والخدمة. سورة من واقع النبوة ومن مدرسة النبوة، مدرسة رسول الله. كل الناس مفكرين أن السيدة فاطمة الزهراء هي أول أمة. بطل القصة مع السيدة زينب. وولدت السيدة زينب في الوقت اللي كان فيه عنفوان وقت البنات، والنبي كان عنده 25 عام والسيدة خديجة عندها 40 عام. فكانت تريد أن ترضي رسول الله بولد حتى تدخل عليه السرور، كأي امرأة حين ذاك عندما تلد ولدا تقوم الدنيا وتقعد. وهنا رأس القضية، أما الباقي سيشرح عندما نبدأ معكم. وأرجو ألا تستقب الملل إليكم، أننا كحب رسول الله نعيش وعيشتنا سورة أحباب المصطفى في أهاليز نبوية جميلة. شكرا للأخ علي على هذا الأسلوب الجميل الإسلامي الرائع. نقول يا صفوة الرسل يا طاهر، يا أكرم الناس يا نبي، أنت الهدى للبشرية، أنت للخير جدير. يا صفوة الرسل يا طاهر، يا أكرم الناس يا نبي، أنت الهدى للبشرية، أنت للخير جدير. كل العناية الإلهية وصل إلى أمجيك نبيل. كل العناية الإلهية وصل إلى أمجيك نبيل.
الشمس طاسعة واليوم باق جميل والثمار يابعة والأزهار تنفس حظها الجميل في هذا اليوم. أعظم امرأة في قريش تلد هذا اليوم وتتمنى أن يكون الوليد ولدا المولود وعلى حين غفلة سمعة الصرخاء ونظرت إلى المولود فوجدته بيتا وخاف قد جل في مكة عندما تولد البنت يبتعدون عن البيت ويطلقون المرأة وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشريسة نزلت عليه الرسالة وسأل عن أخبار من المؤمنين سيدة خديجة ولدت برقة ولدت بنت فابتسم الرسول وهلل وجهه بالأنوار وسماها بنفسه اسمها زينب. خديجة لما رأت إن بالعثمان فرحا لبنته بيت النبوة قبل أن تشهر النبوة.
بيت النبي مدرسة بتعلم الإنسان فيها مزايا الحكم والعلم والإيمان. في الحضر نشأ الصغير عالم ولو برهان، وبوحدة منهم لغى في كل قلب مكان. بنت الرسول الكريم السيدة زينب قصة حياتها مثل عالي في كل سماء. كتر الخطاط على الباب، كل واحد عاوز يحفظ النسب المشرف بنسب محمد وليد بني هاشم. كل ما واحد يتقدم يطلب طلب. كان يلعبوا بعض مع بعض، فقالوا أبو العاص ابن هالة الصغير هو اللي أولد. الشباب عمل إيه؟ ما حقدش الشباب، تقبل الخبر بروح رياضية جميلة، ما غرش، ما حقدش، هنوه وقالوا له يا ابن الرضيع اكتمل سعدك من الفولاد. بنت الأفر والشرف قاعدة بتستنى، 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 بتستنى أبو الزين الشباب مكة وأشرف قواد يمزف خطرت عليك بتستنى. حاجة قضية مسلمة، مش فيها حاجة.
ومصر عاد ووصل من العاد وانجب ولد اسمه علي وبنت مليومان. ودارت الايام وكما نعلم ان الرسول كان يذهب الى الغار في شهر رمضان عاد الله علينا وعليكم بالخير ونزل عليه اول قول انعمتني عليه رب السماء بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وذهب الرسول بيترعش خايف من اللي حدث ذكريني زمليني حكذا ما حدث. وفرحت السيدة خديجة خديجة ورسول الله يبلغها أحداثها هللت شكرا لباري ذا وآمنت وهي في الأعماق مؤمنة وتعرف الله توحيدا وتنزيها تقول للمصطفى أقبل فأنت لك وليس سيدي إلاك يعليها ألست أقرب من في الأرض منزلة وأنت أرحم من فيها بمن على عريسه حد التطول. يمكن عندكم برضو في طرف السنات الأرياف يحدث هذا أن البنت لما تنزل مش تاني يوم تيجي المدينة لا يمكن تقعد ست شهور وسنة. وعندنا برضو في القرى مثل هذا فهي بعد عام رايحة أو أكثر رايحة تطل على أبوها فكانت مفكرة إنهم حيستقبلوها استقبال الظافرين لكنهم كانوا مشغول عنها بما هو أهم بالرسالة. راحت إلى بيت أبوها تسمع الأخبار وتقلب جرح من الأحوال
هتروح هتقول ايه راح تبات علا وخد من بيت في الامر ده فكر واختار راح تبات علا وخد من بيت في الامر ده فكر لما والراجل حساس جدا وخصوصا ان كل لسه عارف كتير بيقرا الخواطر اللي اتت بها زوجته من عند امها يا ترى دلتها على الخير ام الشر والحمله من متهمه وازاي وهي بريئه فلاحظ عليها ما سبحانه الله في ايه اللي في شيء حدث كذلك أمك أصدت إليك بأمر في شأنك؟ لا يا ابن الخال، إن أمي أوصتني أن أكون زوجة مطيعة لك، أكون زوجة أبتسم لك عندما تطل علي، وأحافظ على مالك، وأحافظ على سمعتك، وأكون بشوشة إن نظرت إلي أسرك، وإن أمرتني أطيعك. وإن أقسمت علي أنفذ قسما وإن غبت عني أحافظ عليك في نفسي وفي نفسي وماذا حدث يا ترى أني أراك خلاف العادة يا زينب أبي جاءه الوحي من عند الله ليدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تخشى على أبنك هي خائفة خاف أن يتدمر الكفار ضد أبنك من هم الكفار يا زينب الناس الذين يعبدون الأصنام وكيف تظنين بي أظن أنك حتكون معذور لا واللات والعزى لا عايز اغلى يضحكوا عليا كده انا مش هتكون من ابويا لا ما كانش ده الضغى في زوجك يا ناس انه يحيد عن نغر ده هو عز الناس عز الناس عز الناس خايف من الغار وليه يعمل حساب Yeah.
اللحظه اللي تخلي فيها الناس على الرسول، حتى جزء حتى الزوج ابو العاص ابن بطوله، وعدا يشحك المعارضه اشتدت الايام. وعلى حين غفله سيده خديجه حيرانه من زوجها ومن ابوها، مش عارفه تعمل ايه. وبدي يكون في موازنه بين الاثنين، ده زوجي له علي امر وده ابوي له علي تربيه وطاعه وحب. يا اله ماذا افعل؟ وفي غمرة هذه الحيرة جاءت سيرة ثالثة، حيرة أكثر صدمة. صابر 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 صابر
قرش منهم ولا واحد. وذلك الأيام تلك وقال عقد أكثر سيدة خديجة أخذوها منهم المشركين فحقوا يأخذوا هذه الأموال بتاعت أبو سفيان رغم أموالهم، ولكن بعض الأخبار وصلت أبو سفيان فمشى في البحر الأحمر وقامت قيامة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت تبوّر المؤمنين، إذا غديت من بيتك تبوّر المؤمنين إلى قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هنا نتوقف عند غزوة بدر، ليس كالإسلام قصير وأعداد المسلمين والأنصار ما يكملوش ال 400، طب يعملوا إيه؟ وإذ غدوت من ذلك تبوؤ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعليه فليتوكل المؤمنون. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوعد من الله ويأتي إليه الوعد في المنام، إذ ريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. صدق الله العظيم. وفجأة نسيب المشركين بيستعدوا للقتال ونسيب المؤمنين في المدينة بيستعدوا برضو للقتال، ونشوف حوار في بيت صغير مع زوجها وزوجها. انت حساس تحارب ابويا؟ نعم، بس ابويا ده سيد اولاد، واليوم اهلي رايحين يحاربوه. ما عملتش حساب في اهلي؟ ما عملتش حساب ان محمد ده يبقى جد اولادك؟ ما عملتش حساب ان انا بنت خلفك؟ لا اخشى العار واخشى المنام. يقول المؤسلم تابع لزوجته، او يقولوا المتقاعد عن الحرب خوفا من زوجته. ما كانش ده افضل في زوجها يا عيب، انه يحد عنها، انه يحد عنها. طيب هتشكي لمين؟ صادق مساك يا عين تبقى الحكاية. أبوها لو ينهد
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. دقت قبول الحرب. شباب وشيوخ والعرب من ضمن صباح الآخرة. الله 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 يا رسول الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة،
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وانتصر الإسلام في أول غزوة في شهر رمضان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المكرم، والناس في شدة الصيام والعدد قليل وعدد المشركين أضعاف العدد بل ثلاث أضعاف، إلا أن الله نصر الإسلام بقوة أهل الإسلام بقوة إيمانهم. وتفقد النبي الأسرى وآل ما ثلاث أقوال في الأسرى، سيدنا أبو بكر الرأس، سيدنا عمر بن الخطاب الرأس، هل يقتل؟ فالنبي أعرض عن سيدنا عمر، النبي رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم بل بالناس كلهم رحمة للعالمين. وكل ما سيدنا عمر يقول له يا رسول الله يا رسول الله يقتل، النبي يعرض عن رأي سيدنا عمر. فلما سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله نرسل الناس إلى مكة، اللي أغلى يدفع الفدية نعفي عنه، واللي مالوش أجل أو ما يقدرش يدفع الفدية يعلم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة. ركن النبي صلى الله عليه وسلم لرأي سيدنا أبي بكر لأنه رحيم لا يحب القتال ولا يحب إزهاق النفوس إلا للضرورة. ولذلك نزل في سورة الأنفال قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وسأل النبي طبعا الناس بعت الأسرى بقى وبعت بعت الناس يجيبوا الفدية من الأسرى، وتعالوا نشوفوا ايه اللي حصل. شوف الزوجة بقية اللي عملت التوازن بين حبها لزوجها وابتغى لزوجها وابتغى لابوها، لما عرفوا ان الاسلام انتصر وان ابوها انتصر وان زوجها على قيد الحياة عندها عبء، اخذت كلها ام المؤمنين السيدة خديجة امها ليلة زفافها على العاصي. وكان العبء ده لو كون من السيدة زينب بملايين ما كانت تقبل ان تبيعك، لكن شفت من اجل الزوج. استمعي ايها الاخت المؤمنة ان الزوجة لا تدخل الجنة غضب عليها زوجها، في احاديث عن هذا، وان الزوجة لابد ان تطيع الزوج ومهما كانت القوانين ومهما سنة القوانين الوضعية الإنسانية فالإنسان خطاء بطبعه. وليس لأهل غير الإسلام الولاية على المسلمات قدر ما أكرمهن الإسلام، لأنه حدد كل النقاط وعمل الأحوال الشخصية هناك في المدينة بعد أن تم الجهاد وبعد أن استتب الأمر ابتدى يكلم المرأة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بهتانا وإثما مبينا. أمعنى هذا تكريم الله؟ والرسول قال في حجة الوباء صوت بالنساء خيرا وأعطى للمرأة حقها حتى وأنه قد ضغى شعورها، وقال لا تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأنه يعلم أن لو تزوجت زوجة ثم تزوجت أختها سأخلق شيئا من الغدر والغيرة بين الأختين بعد العاطفة والحب والرحمة والتراحم. هكذا إسلامنا يكرم المرأة، ولم تكرم أي دولة المرأة كما كرمها الإسلام في صدر الإسلام وحتى
في قبل اصطاد الاسلام كانت مكرمه. انظر الى زينب ذهبت وسلمت وقالت الرسول اللي جاي. عندما تذهب الى رسول الله قل له زينب ارسلت اليك هذا العطر لتفدي زوجها. يا سلام لابوك لقد رايحيت لابوك. معلش لكن انا لي واجب يزوج نحو الزوج. وسلم العطر للرسول الحديد الوزن العبور. العز لما رأى في المصطفى بعيني بل كان حبيب النبي سلمه على خدي. العز لما رأى في المصطفى بعيني بل كان حبيب النبي سلمه على خدي. أبو العاص على جنبه وقال له أنا حاطي عنك من الأسر مش هتخسر.
وإنما بناء على رأي وحدي، بناء على رأي الصحابة كلهم. الشرط إن بنتي أصبحت مسلمة وأنت كافر، والإسلام يحرم أن يتزوج الكافر بمسلمة. عاجبني إنك لما توصل إلى مكة تبعث بنتي وأولادك. خد بالك، ممكن كان أول عرض لما وصل إلى مكة ما سألش، وكان العدل، لكن رغم الجهل ورغم الكفر ورغم الشرك إلا كان رجلا عند كلمته. وهكذا كان طبع العرب، وما زال فيهم برضو الخير موجود إن شاء الله في العرب أمة الإسلام إن شاء الله. لما وصل ليلة زوجها أدته باستبشار وهو فرحان بيها، واللي لقت ابنها واللي لقت أخوها كده، دي طلعة تجري على أبو العاصي لا تواجه تفرحه، مش عايزه تبين له ان هي زعلانه منه لانه كان رافع حلب ابوها، الا انه واجب. انتوا مال مال قال لها انت هتروح المدينه بفرحه. قالت لي انا هروح المدينه، انت اسلمت؟ قال لها لا، أبوك عهدني أنني أبعثك أنت والأولاد، وأنت لا أنا بين أهلك لأني لن أدخل الإسلام، بس بشرط يا زينب تقول لي ليكم اثنين، قلت له أنت ابن خالتي، فكروا بأيام الصبر بأيام الطفولة بأولاده، لكن قتل قلوبهم بل هي كالحجارة أو أشد قسوة. لا أمان عليك وانت ماشية، خلي زيد بن حارثة يبقى الماء علشان وانا فوق الجبل امتع نظري من اولادي. دين ايه اللي خلي الانسان قاعد على اولاده ده؟ حتى اولاده يا غريب. وانها ماشية جمعوا الشباب قبل مكة اللي اديروا في وقت الحرب، اللي هم انظار اللي ابوه مات واللي اخوه مات، فلقوا انها فتجمعوا الشباب ونفسوا الناقة، فبرطعت الناقة وقعت السيدة زينب على ظهرها. حصل عندها والعياذ بالله النذير، ورغم هند بنت عتبة كانت عدو ولدودة للإسلام ولمحمد، لا الشباب خفيتم ولعنتم، أخطأتم في حرب الرجال، إيه حرب واحدة ستة؟ لا ما الذنب إيه؟ ابتعدوا ابتعدوا من الموقف كان حزين. أبو العاص يتطلع إلى أولاده زوجته، أبو العاص فوق الجبل نازل بكى ونحيب على الولاد، أمه في جو آخر رهيب، عمال يرد الكلام ده من حكاية لكيب، بيقول فرقت ليه يا زمن ما من حديث محاسب، حبيب وحبيب كلامه بكى الجميع واحد ورا واحد، وكل واحد بياخد من الحياة العصير. I'm gonna make it.
السيدة زينب لما وصلت إلى المدينة بعد ما خدها زيد بن حارثة ما عطتش لنفسها التفكير، ما احنا لنا ثلاث حاجات: حديث النفس والهواجس والإنسان والوهم. الوهم أو التوهم أن تتوهم في نفسك شيئا أو تتخيل شيء أو تحدثك نفسك بشيء أو تأتي إليك الهواجس بشيء، فإن تحرك فيك شيء من جوارحك لحديث شهواني فأنت مخطئ في هذه لأنك استجبت، لكن إن تركت العنان قبل أن تسترسل في حديث النفس فأنت لست معاقبا من الله. سيدة زينب تحاشت هذه الأشياء الثلاثة: الزوج رغم العمق الكبير بينها وبين عمق العاطفي إلا أنها نسته وحاولت أنها تحارب نفسها فإنها لا تفكر فيه، لأنها سمعت قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. حست أنها لو فكرت مجرد تفكير تبقى بتفكر في عصيان أبوها، لكن الأولاد يا أمة أين أبي يا أمي؟ لا تبكي يا علي، أبوك سيأتي، إنه مسافر، في كل يوم تقولين لي إنه مسافر، وأنا يا أمة أريد أبي. لا تبكي يا يمان، سيأتي أبوكما قريبا. اسمهما طارق والطيرة تتهزها خلفها علا، في ليلة تتهزها خلفها علا، فتحت شفني لأزدها الحزين على الباب أنا عالي عليهم خالي.
بينكم انا حيران حيران بينكم انا حيران شايفة بعيد المنظر شايفة بيقولوا يما أبونا 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 يما أبونا يما بقالنا سنين وإحنا لقربه مشتاقين وهو روايح مهتمين يا ربي ليك أيلا للفؤاد طبعا إلا انسان يقول لها تحييني قلبي والله ده اديني لحظة رضا يا اكرم الاحباب اولادي واشتاق لهم مكانه قدام يا عاصم اصبحنا خلاص اغراض لا تجبرني انني اكسر قول ابي واعصي رسول الله ابعد والعيال سمعوا الحوار فلمحوا ابوهم على البعد سكت الباب الاب بيبكي بره والعيال بيقولوا ابونا موقف غريب خلاها بكت والكف ولد الانفجار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يؤم المسلمين في صلاة الفجر وكما تعلمون أن حجرات النبي ملصقة بالمسجد بل هي في المسجد فسمع النبي صوتا يئن فسأل الصحابة أسمعتم إنسانا يئن؟ قال نعم فلف النبي وذهب إلى حجرة السيدة زينب لقاها مسطورة من البكاء بتبكي على بكاء أولادها فضمها الأب ضمة الأب الحنون وقال لها يا زينب إيه اللي بكاكي؟ شوف الأدب انتوش حرمتني ليه من جوزي اربع سنين واولادي عاوز اروح لجوزي لا ولا قلت ايه قالت يا ما غريب الحي والباب قصت جمالا رجالا يحتمي بينا طلع النبي بره لقوا العرس بيبكي شوف السماحة الإسلامية شوف الكرم الإسلامي شوف الأخلاق العظيمة اللي غزت الدول كلها واستولت على كل الدول وعلى كل البلاد على كل الأمم بالأخلاق لا بالسيف ولا بالكلام الدافع بالخلق المحمد العظيم ما صلوا على رسول الله طبطب عليه
ورحب بيه في بيت النبوة بيت الطاهر، وقدم له الطعام وقال له ما حاجتك؟ وكان جايع الى دين مثلا، لو قال له حاجه ثانيه كان واحد عادي ده ما يقول له امشي طبعا امشي انا اجيب لك البوليس. امال قال له ايه؟ قال له ما حدثك؟ قال له يا رسول الله وانا جاي المسلمين استولوا على التجاره اللي معايا، والتجاره دي انا امين عليه، يعني انا بروح في التجاره زي الابونيه باخد اجر بسيط. وامر الصحابه على الفور برد تجاره ابو العاص له، لان الاسلام ما يحبش القرصنه، والاسلام ما يحبش النهب والسلب، الاسلام دين سماحه ودين حمايه ودين امن وامان وحب وسلام، اسلام فيه لغه السلام. واذا بالصحابه يتكلموه انهم هيدلوا قد التجاره بتاعته دي كمان، بس يعلن شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم برضه لا، عندي غريب. النبي قال له وصلوه لغايه الامانه. يا سلام، وصل. ولما وصلوا وصل بالعاص الى مكه، تبلور الايمان في ذهنه وابتدى الايمان يتسرب الى قلبه. اهكذا يتعامل المسلمون مع غيرهم؟ يكرمونني وانا الذي اسات اليهم؟ يكرمني رسول الله هذا الكرم رغم اني تركت ابنته وتركت اولادي وبعدت عنه وحاربته؟ ان هذا الدين دين عظيم، في نفسي ساقولها قبل ان انطق بين الناس. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا اهل مكه هيا اقبلوا الي بعد ان وزعت عليكم كل شيء ولم يبق معي الا هذا السيف. لقد حاربت ارادتي وتغلبت على عاطفتي نحو اولادي وزوجتي، وانا الان اقولها خالصه لله، ومن يعترض فهذا سيفي وسيفه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. الشباب في مكه عمل ايه في نزيلك؟ حصل عندنا نزيل كان يعاني اكتمل المده دي استغرقت عام. ومن بعد طول الغياب العبد ابتل 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 بولاده غل الجبين بالرضا الثاني. وفي لحظه حكى من قبر الله عليه.